أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى النقطة الثانية، إلى التسلسل الثاني، ونقتبس هذا المبحث والعنوان هو شمة عرفان والاضطراب، الصدر والحكيم صراع واتهام متبادل بالعمالة لصدام، مآسي الحوزة. لنذهب إلى كلام الأستاذ الصدر في المصدر مواعظ ولقاءات. هذا هو الكتاب مواعظ ولقاءات السيد الشهيد محمد الصدر، هذه شبكة ومنتديات جامع الأئمة، من هذا الموقع أنزلنا الكتاب. اللقاء الصوتي الأول، اللقاء الصوتي الأول صفحة 111 في نفس المصدر، اللقاء الصوتي الأول، اللقاء الذي أجراه الشيخ عبد الستار البهادلي مع السيد الشهيد الصدر. في نفس اللقاء، في اللقاء الأول في صفحة 114 مواعظ ولقاءات، في صفحة 114 في اللقاء الأول الذي أجراه البهادلي، هنا يسأل الشيخ، يسأل في صفحة 114 مواعظ ولقاءات، هنا يسأل الشيخ، يقول: هناك أقاويل كثيرة تقول بأن السيد محمد الصدر هو المسؤول حول أو عن ما يسمى بالإقامات، يعني تجديد إقامات الحوزة العلمية بالنسبة للطلبة أو المحسوبين على الحوزة العلمية من الأجانب، فكثرت الأقاويل بأن جناب السيد الصدر من أيده يمنح ذلك، يعطى الإقامة، ومن لا يؤيد تحجب عنه الإقامة. وهذه القضية واقعية، حصلت واقعا، نحن كنا من الشاهدين عليها. نكمل إلى الصفحة الأخرى، صفحة 115، وما زال الكلام في اللقاء الصوتي الأول. هنا يقول: من أيده يمنح ذلك، ومن خالفه لا يمنح ذلك، من أيده يعطى الإقامة، ومن لا يؤيده لا يمنح الإقامة. أيضا نكبر الصورة، اللقاء الصوتي الأول في صفحة 115 يقول: ومن خالفه لا يمنح ذلك، ما هو ردكم؟ وهل هي حقيقة الإقامات الآن في حوزتكم أو تحت مسؤوليتكم؟ وهل هو تكليف رسمي من الدولة؟ نعم، تكليف رسمي من الدولة، وهذا ما يكثر، وهذا يشاع في إيران خاصة في قم، ونستطيع أن نقول أتباع قم في سوريا وفي لبنان. ويقول: وبالخصوص هناك إشارة حول الشيخ الباكستاني أو ما شابه ذلك. يأتي الجواب، ماذا سيجيب؟ بالتأكيد سيؤكد ما في السؤال. الجواب: السيد الشهيد: مولانا، كانت هذه الأمور موكولة إلى الخوئي، وكانت كأنها أمور طبيعية وموجودة ولا تحتاج إلى ضوضاء ولا تحتاج إلى تعليق. بالتأكيد كانت أمور طبيعية وموجودة ولا تحتاج إلى ضوضاء ولا تحتاج إلى تعليق. عند من؟ عند من يتحدث ضد الصدر الآن، يعني في وقت الكلام، أما عند الصدر نفسه، عند الأستاذ الصدر، فكان يشنع على الخوئي وعلى عمالة الخوئي وعلى تعاون الخوئي مع النظام الصدامي. من مؤاخذات الأستاذ الصدر على الخوئي أن الخوئي وأبناء الخوئي من العملاء، من الرجال الأمنيين، من وكلاء الأمن التابعين لصدام ونظام صدام. الآن لكي يدفع الشبهة عن نفسه، أعطى المشروعية والأخلاقية والسلام والأمان والصحة لعمل الخوئي الذي كان ينتقده سابقا، أعطى المشروعية لعمل الخوئي، وعلى هالأساس قاس ما يقوم به بما قام به الخوئي. لاحظ كيف يتلاعبون، هذا هو الفكر الشيعي، هذه هي الزعامات الشيعية، هذه هي المراجع الشيعة، هؤلاء هم علماء الشيعة، حالهم حال القصاصين، حالهم حال الروزخونية. يقول: كانت هذه الأمور موكولة إلى السيد الخوئي، وكانت كأنها أمور طبيعية موجودة لا تحتاج إلى ضوضاء ولا تحتاج إلى تعليق. كانت قضية التجديد موكولة إليه حتى توفي، وكانت مسألة الإقامات موكولة إليه حتى توفي، وكانت مسألة المدارس موكولة إليه حتى توفي، وهي أمور إلى حد ما 90% إلى 95% من اختصاص الدولة،
إذن هذه الأمور من اختصاص الدولة بنسبة 95% من اختصاص الدولة، أعطاها صدام، منحها صدام، أهداها صدام للأستاذ الصدر، وهو يبرر هذا الفعل، يقول هذه الهدية، هذه المنحة، هذه العطية، هذه السلطة والتسلط قد أعطي للخوئي قبلي، فلماذا تتحدثون وتنتقدون الصدر وكنتم ساكتين غير ناطقين باتجاه الخوئي؟ إذن هنا الإقرار، هذا هو الاعتراف بأنه حصل وحصل على الحوزة، على المنصب، على المرجعية، على الواجهة، على الإعلام، على الأموال، على السلطة والتسلط، قد حصل عليه من صدام وبنسبة 95%، وهي أمور لا حد ما 90% أو 95% من اختصاص الدولة، أو تشعر الدولة بأنها من اختصاصها، مع ذلك أوكلتها إلى الخوئي وانتهى الأمر. وأيضا يقول وكلتها أو أوكلتها لي وانتهى الأمر، وانتهى الأمر، كل شيء انتهى، صارت العمالة مشروعة وعملا خيريا وتفاعلا مع المجتمع ومرجعية ناطقة وولاية عامة ونيابة المهدي وإلى غيرها من الدعاءات، ومع ذلك أوكلتها إلى الخوئي وانتهى الأمر. فمن هذه الناحية ليس عيبا أو مستغربا أن يكون الأمر موكولا إلى شخص آخر، وهذا من هذه الناحية صحيح، التفت جيدا، يعني أعطى قياس، لنقل لنسلم لنقل بأن هيئة القياس صحيحة، لكن مواد القياس باطلة، المقدمة الأولى التي قست عليها مقدمة باطلة، أنت بنفسك كنت تنتقد الخوئي لعمالته للنظام، لقبوله بمسؤوليات قد قدمها وأعطاها ومنحها له النظام، نظام صدام، هذه المقدمة باطلة، أنت بنفسك كنت تشن حملة على الخوئي بهذا الاتجاه وبهذا التوجه، فماذا حصل حتى صارت هذه المقدمة صحيحة وصار عمل الخوئي صحيحا؟ لاحظ كيف يتلاعبون بأفكار الأغبياء والجهلة. وطبعا كان هذا برضا الدولة، وينبغي أن يكون أكيدا برضا الدولة، إذن كل ما فعله الأستاذ الصدر هو من الدولة، هو بأمر الدولة، هو بعطاء الدولة، هو برضا الدولة، وطبعا كان هذا برضا الدولة وينبغي أن يكون أكيدا. ويأتيك الجهلة والأغبياء والبرابرة والميليشيات يقولون تدعي على الصدر وأن الصدر لم يقل هذا أو لم يصدر منه هذا الشيء أو لا يوجد مثل هذا، أو يصلون إلى مرحلة إنكار أصل المصدر، إنكار أصل الكتاب، إنكار أصل الموقع، هذا من شأنهم، ونحن نعمل على الواجب الأخلاقي العلمي المهني الشرعي الإنساني الأخلاقي، ونوثق للتاريخ، من شاء فليأخذ ومن شاء فليترك. يقول وطبعا كان هذا برضا الدولة وينبغي أن يكون أكيدا، وحسب فهمي على أنهم يريدون واحد عراقي، أي الدولة على أنهم يريدون واحد عراقي أشهر الموجودين من العراقيين يوكلون إليه هذا الأمر، إذن يريدون واحد عراقي أشهر الموجودين يسلمون له مسؤوليات الحوزة ومغريات الحوزة وسلطة الحوزة وتسلط الحوزة، يوكلون إليه هذا الأمر، وكأنما في حدود ما يفهمون. وطبعا أنا جاءني المطلب كأنما ناضجا وناجزا، أين كان وأين صار؟ أين كان الأستاذ الصدر وأين صار بعد أن أعطاه صدام المرجعية وشؤون المرجعية وقوة المرجعية وامتيازات المرجعية وقوى الأمن الواقفة خلف المرجعية ومع المرجعية؟ أنا جاءني المطلب كأنما ناضجا وناجزا، وهو أنه أوقع على هذه الأمور، هذا الذي ذكرته سابقا، قد وقع، قد أمضى على مجموعة من الأوراق، مجموعة من المطالب، مجموعة من الالتزامات أمام الدولة، أمام صدام، أمام البعث، أمام نظام صدام، أمام قوى الأمن الصدامية، وقع، أمضى على نفسه والتزم أمامهم بما قدموه من أوراق ومن التزامات، وهو يقول أوقع على هذه الأمور، فوقع على الأمور، ليس من عندي، هو الذي يقول، هو الذي يقر، هو الذي قال، هو الذي أقر.
يقول: ولم يكن طبعا العراقيون الباقون ذوي شهرة في ذلك الحين قبل حوالي 3 أو 4 سنوات كمثل هذه الشهرة التي الآن متصفون بها. محل الشاهد على أنه هذا الشيء من هذه الناحية، والشيء الآخر طبعا الدولة تتوجس لا تعلم أنه ماذا سوف ينتج من مرجعية السيد محمد الصدر وماذا عازم عليه، والاستفهام هذا دائما موجود شعبيا ودوليا وخارجيا بأنه ماذا سوف يفعل أو ماذا سوف يقول السيد محمد الصدر، وهو ما لا ترتاح له جهات كثيرة بما فيها الدولة. يقول: محل الشاهد أنه ينبغي طبعا السيطرة، من زاوية وجهة نظرهم ينبغي طبعا السيطرة على هذه الجهة وتحجيمها، وأحسن طريقة للتحجيم هو أن يمدح ويرفع لأجل أن يخمد ويأفل نجمه. لاحظ، بالرغم من قبوله لعطاء صدام وتبرير القبول، وقارن نفسه بالخوئي وأنكر عمليا وفعليا كل ما كان يقول من كلام ضد الخوئي وصحح عمله على أساس عمل الخوئي، أتى هنا يقول بأن إعطاء الحوزة وصلاحيات الحوزة وسلطات الحوزة وأمن الحوزة وأمن الدولة والعلاقة مع صدام ومع القصر الجمهوري ومع الحرس الخاص لصدام وإعطاء الصلاحيات له حتى بأمر أجهزة الأمن لاعتقال من يعارض الصدر. كل هذا يقول أعطوني هذا كي أمدح وأرفع من قبلهم حتى تكون النتيجة أن يخمد ويؤفل نجمه. أي معادلة هذه؟ إذن لماذا لم تذكر هذا المعنى مع الخوئي؟ لماذا لم تبرر للخوئي سابقا بهذا الأمر؟ تقول بأنهم أعطوا المرجعية للخوئي من أجل إسقاط الخوئي، بأنهم أعطوا المرجعية للخوئي أي مدحوا الخوئي ورفعوا الخوئي من أجل إسقاط الخوئي. لماذا لم تتحدث بهذا المعنى مع الخوئي عندما كنت تذم الخوئي، تقدح بالخوئي، تتكلم ضد الخوئي؟ هذا شيء. والشيء الآخر، من الذي أجبرك على قبول هذا الأمر؟ من الذي أجبرك على قبول ما عرضه عليك صدام؟ لماذا تقبل بهذا؟ إذا كنت تقول بأن هذا يراد منه إخمادي وإنهاء نجمي والقضاء علي وعلى سمعتي، لماذا قبلت به؟ يقبلون العمالة ويبررون بأن هذا فيه إسقاط لي. إذا فيه إسقاط لك اترك هذا الأمر من بداية الأمر، من الأول، من الأصل، لا تقبل به وانتهى الأمر. ومن هنا أنا قلت سابقا عرضت علي هذه القضية مرارا وتكرارا حتى وأنا في الزنزانة ولم أقبل بها، لا يوجد إجبار على قبولها. إذن يقول محل الشاهد أنه ينبغي طبعا السيطرة على هذه الجهة وتحجيمها، وأحسن طريقة للتحجيم هي أن يمدح ويرفع لأجل أن يخمد ويأفل نجمه. إذن أثبتنا الآن أن الأستاذ الصدر قد قبل بالعطاء، بالمنحة، بالهدية، بالسلطة، بالقوة التي منحها له صدام ونظام صدام ونظام البعث، وقد قبل بهذا الأمر وقد تمسك به بكل قواه بالأيدي والأرجل والأجساد وعض عليه بالأسنان وانتهى الأمر. هذه حقيقة تسجل للتاريخ، هذه حقيقة تسجل للتاريخ، وهذا من الواجب علينا أن نتحدث بهذا الأمر. ما يقال خارجا عن الصدر هي عبارة عن أكذوبة في أكذوبة، عبارة عن خرافة في خرافة. في المستقبل ماذا سيقال؟ من واجبنا أن نبين كما بين علماء الرجال حقيقة ما يقال، حقيقة الأشخاص، تقييم الأشخاص، المدح أو القدح أو القدح بالأشخاص. هذا واجب، هذه أمانة، هذا علم، هذا نصح، هذا أمر بالمعروف وهذا نهي عن المنكر، فمن الواجب أن نبين هذا. أما هل سيقبل، هل سيدون، هل سيوثق، هذه ليست من مسؤوليتي. الله سبحانه وتعالى هو الفاعل لكل الأمور ولجميع الأمور، لكن أنا أفعل ما علي وأؤدي ما علي من واجب، والباقي يبقى بمشيئة الله سبحانه وتعالى ماذا سيحصل وماذا سيكون وإلى أين سيصل.
والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء.